هادي قديه بنسمع او منقولة نحن اليوم انا ضاع الوقت مني صحيح. ما قدرت خلص كل مهامي، ما قدرت خلص كل شيء كنت مخطط له لليوم، صار عندي تراكم وضغوطات والوقت ضاع كيف ما بعرف. يمكن ما بين المهام وبين الانجازات وبين ايضا الحياه الشخصيه مفروض يكون عندنا توازن ومساحه كثير مهمه من التوازن بحياتنا لنقدر ننجز مهامنا، نعمل واجباتنا وايضا نحافظ على مساحتنا بالحياه الشخصيه ونوصل لاهدافنا بالنهايه. ولكن هذا الشيء اكيد بحاجه لنحن نتعلم ونكون كثير فاهمين شو يعني اداره الوقت. اكيد رشا، اليوم مثل ما ذكرتي كنا بنملك يمكن 24 ساعه باليوم، ولكن كثير من الاشخاص اليوم بتلاقيهم بينجزوا خلال يومهم، خلال تنظيم وقتهم كثير من الانجازات والامور اللي ممكن يحققوها، وبنفس الوقت الاشخاص لا ممكن يستغلوا هذا الوقت بطريقه كثير خاطئه. اليوم مشاهدينا اهميه الوقت كثير اهميه بحياتنا، لازم يكون من الاولويات الموجوده عندنا. رح نعطي نصائح اليوم كثيره كيف ممكن ننظم اوقاتنا بعيدا عن الفراغ وبعيدا عن الطاقه السلبيه، ورح نخصص اكثر لطلابنا اليوم بالمدارس. اكيد تفاصيل كثيره رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم مدربه المهارات الحياتيه الاستاذه رائده بعكر. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نحكي عن محور جدا مهم بحياتنا ودائما بيهرب مننا الوقت، هي شغله عامه بتحسيها صفه عند الجميع قد ما حاولنا. اليوم اذا بدنا نحكي عن شو قصدين اليوم باداره الوقت. اول شيء صباح الخير مره ثانيه، ان شاء الله كل اياماتنا استثمار وقتي مهم ونظام وانجاز ان شاء الله، ويكون كل اياماتكم فرح يا رب ان شاء الله. هلا كثير انا بيجيني اسئله، نحن ما عم نلحق، ما عم نقدر نقعد مع أولادنا، ما عم نقدر نقعد مع عيلتنا، ما عم نلحق نقرأ، ما عم نلحق نرتب، ما عم نلحق نشوف العيلة، ما يعني هاي الأمور دائما الستريس الموجود بعملية إدارة الوقت. طب الوقت هو كتير كتير مهم، الوقت أصلا هو الحياة. فهذا السؤال اللي بيوردني أنا دائما من خلال إدارة الوقت، من خلال تنظيم الوقت، من خلال أهمية الوقت، نحن لازم نعرف أنه الوقت هو عملية متساوية للجميع. الوقت هو أثمن ما يملك الإنسان. أصلاً الوقت لا بقدر أحجزه ولا بقدر أنجزه ولا بقدر أنا حتى أني أنا أختزنه أو أقدر خبيه أو أستأجره. الوقت هو متاح للجميع بالتساوي، كل العظماء أصلاً كان عندهم نفس الوقت. لكن اليوم إن شاء الله بإذن رب العالمين رح نفهمهم شو معنى تنظيم وترتيب الوقت، وليش الوقت مهم عندنا بالحياة، وشو هو أسباب مضيعات الوقت، وشو هو لصوص الوقت، ورح نعرف شو أهمية التقنيات. فقبل ما أبدأ إن شاء الله اليوم رح نشوف شو الفرق بين إدارة الوقت وتنظيم الوقت. هلق إدارة الوقت، تنظيم الوقت هو أني أنا رتب أولوياتي ومهامي وأعمالي وأنشطاتي بشكل متناسق ويتناسب مع جدول زمني، بينما إدارة الوقت هو الكيفية اللي أنا بدي رتب فيه هالأعمال وهي الإنجازات ضمن أولويات محددة في وقت أقل وجهد أقل حتى وصل لهدفي وأشعر بالرضا وأشعر هيك بحالة ذهنية صافية أني أنا وصلت لأهدافي. ففي فرق كتير بين العمليتين. طيب شو هي أسباب مضيعات الوقت يلي نحن الطالب بيضيع وقته والأم بتضيع الوقت وبمر نهار وبقولوا لك والله اليوم ما لحقنا نعمل شيء؟ طب ليه عندي هذا أنا هالوقت هذا اللي بيضيع والفعلا الكل والله فتنا بالحيط اليوم راح نهار وما علما أنه الوقت هو 24 ساعة للجميع والساعة 30 دقيقة والأسبوع عبارة عن 1440 ساعة. طب ليه العالم عم تستفيدوا في عالم لا؟ أول شيء المعتقد والاعتقادات السلبية عن الوقت اللي يتوارثوا الأبناء من أهليهم أن الوقت ما له أهمية، الوقت ما بيفيدنا، فصار عندهم هني بالعقل هاي الاعتقاد السلبي عن الوقت، لأنه كانوا الأهل نوعا ما يضيعوا وقتهم ويدوروا بحلقة مفرغة ما له الوقت أهمية، يلا خلينا عايشين كيف ما ضربناها بتجي. فالولد بده يتأثر بهي السلوكيات تبع الأب. غير هيك التأثيرات الخارجية من الرفقة والبيت والأسرة والمجتمع والمدرسة، بشوف رفيقه ما منه منتظم بيتعلم. والمعتقد السلبي اللي هو أنا الصورة الذاتية عن نفسي تنعكس على الواقع الموجود خارج، فبالتالي بصير أنا ما عندي إدارة صحيحة للوقت، غير أنه هو ما بيعرف أهمية الوقت وما عنده هدف بحياته. اللي ما عنده هدف بحياته ليه لينظم حياته؟ فهي كلياتها من أسباب ضياع الوقت. طيب بما أنه عرفنا أسباب ضياع الوقت، شو هني مضيعات الوقت للطالب حصراً وللأم وللبيت؟ أنا عم وجه هذا الكلام بشكل عام لكل شرائح المجتمع. نعم.
مضيعات الوقت المماطلة والتأجيل والتسويف. يلا اليوم، يلا بعد شوي، ليه؟ بكرة. لأنه ما عنده رغبة، ما عنده حماس، خايف، فكل هذا الشيء بيخليه يأجل يوم ورا يوم ورا يوم. غير هيك الخلط بالأمور يلي بده يعملها، طيب اطبخ اليوم ولا أدرس هاي المادة ولا أروح لهاي المادة، بتشتت بين أهم مهام الأمور وأولويات الأمور، ما بعود يعرف حاله من وين بده يبلش وكيف بده ينتهي، فبضيع وقته. أيضا من أسباب مضيعات الوقت المقاطعات الذهنية والمقاطعات الاجتماعية. بكون أنا عم بدرس مادة، بيرن رفيقي، لازم رد على رفيقي، ألو كيفك، أو بيجيني ضيف من دون ما ياخذ موعد، بيروح بضيع لي وقتي. غير هيك المقاطعات الذهنية، بكون قاعد أنا عم بدرس والله بيخطر ببالي فكرة من الماضي، فكرة من المستقبل، بضيع وقته. ومن أهم وهلق هيك بقوله، عدم القولة لا. يعني أنا بدي يجيني ضيف ما بقدر أقول له لا، بكون أنا عندي شغل، إيه تا أهلا وسهلا فيه، لأني بستحق له ما تجي. متعودين نحن، متعودين إنه ما نرفض. دائما قول لا، هي من أسباب مضيعات للوقت. حتما الملل، أنا مالل، ما عرفان اليوم شو بدي أعمل، والله شعر بإحباط. طيب ليه هذا الشعور الإنسان بيشعر فيه الملل؟ لأنه ما عنده هدف بحياته. قلة التركيز من أهم مضيعات الوقت. بيجي لأقرب كتابي بسرعه كمان قلة التركيز من أسبابها، والمجهود المكرر. يعني بكون أنا مثلا عم بقرأ مادة، بروح بقرأ مادة تانية وبرجع بدي أقرأ المادة الأولى، تشتيت صار في تشتيت. تمام أستاذة رائدة، يعني حاولنا نعطي تعريف مبسط للمشاهدين اليوم عن الوقت، عن أهميته، عن كيفية إدارته، وكنا عم نحكي عن الأسباب اليوم اللي بتؤدي لضياع الوقت. ذكرنا ممكن تكون عوامل مكتسبة، اليوم الطالب أو الطفل يكتسب هذا الشيء من الأشخاص اللي حواليه، ممكن تكون كمان عوامل وراثية. هلق نوعا ما قلنا مكتسبة، معناتها هي مهارة. يعني هاي المهارة اللي أنا هي إدارة الوقت، لازم أعطي أسس، مفاتيح، قواعد، وعلمهم هاي المهارة وأسقلهم مهارة إدارة الوقت. على الأقل بدي سيستم، يعني أقل شيء بدي 21 يوم لعلمهم هاي المهارة حتى يتغير سلوكهم على أرض الواقع. طيب أنا ليه بدي أغير وقتي؟ شو أهمية الوقت؟ لحد هلق أنا ما شرحت لي أنا لازم نظم وقتي. أهمية الوقت مثل ما قلت حضرتك هي مهارة لازم اكتسبها، لأنها بدها تفيدني بالحياة العادية وبدها تنعكس على توازني بالحياة من كل النواحي. من أهمية الوقت فعلا أني أنا أقدر أتحكم بوقتي، مو وقتي يتحكم فيني. صحيح. أنا سيطر على وقتي، أنا وجه وقتي، مو وقتي خلي يوجهني. هاي على الصعيد الشخصي، أني أنا وقت أنا بنظم حالي بكون بحالة ذهنية صافية، أي مشاكل بالحياة الزوجية العادية الاجتماعية أنا بصورة ذهنية صافية، ما عندي توتر نتيجة تنظيم لوقتي، بقدر حل مشاكلي، صعوبات، التحديات، الطوارئ، لأني أنا منظمة وقتي. أنا بقول أنا آخر رواق، لكن أنا إذا من جوا فوضى وما عندي رواق، كيف بدي نظم وقتي؟ لأنه اللي جوا رح ينعكس على اللي برا، فبالتالي رح يزيد عندي وقت. هذا الوقت اللي عم بيزيده نتيجة التنظيم والترتيب والتقسيم بشكل جدولي رح يخلي عندي طاقة، هاي الطاقة رح استخدمها لذاتي، استرخاء، قراءة، مهارة، تطوير، اقعد مع عيلتي، شوف ولادي، روح لعند أصدقائي. يكفي اني انا اشعر نتيجة الانجازات الكبيرة اللي عملتها بحماس وشغف، بتخليني انجز اكتر واكتر واكتر، وما يعد عندي احباط، ويصير عندي تفاؤل ورضا وسلام مع نفسي لاقدر تابع نهاري. لكن اذا انا ببوء في فوضى ومشتته وغير منظمه ما رح يطلع معي شيء. صحيح. طب ما ممكن اليوم ظروف الحياه تكون هي سبب هذا التشتت؟ يمكن في مو كل الاشخاص عندهم نفس المهارات والقدرات لتنظيم الفوضى الداخليه، فهون يمكن بيكون عندهم وضع اصعب من غيرهم. يعني بدنا نحاول. كثير حلو السؤال، وفعلا نحن هلق بس كلياتنا في توتر. طيب انا اذا درت وقتي، نظمت وقتي بشكل يتناسب مع قدراتي، لانه انا قدراتي غير قدراتك، فانا وقت بنظم قدراتي من خلال اعرف قدراتي النفسيه واعرف قدراتي العقليه. يعني اذا بقى انا الكتاب بده معي ساعه، ممكن احط له ساعتين، ما عندي اخلق للاعذار، الوقت متاح. فانا اذا بدي، من اسباب مضيعات الوقت هو انك انت تتذكري
الماضي والأعذار والمستقبل واللي عم بيصير، فبصير عندك ضغوط. هاي الضغوط بتخليكي ما تنظمي وقتك وتعيشي بفوضى. تمام. طيب خلينا نتوجه شوي لطلاب الشهادات اليوم، نعطيهم نصائح لكيفية تنظيم أوقاتهم بالدراسة. أكيد أنا بيهمني كتير هذا الموضوع، مو بس لطلاب البكالوريا، لكل حدا بالحياة، لأنه الحياة هي مستقبل، والمستقبل هو الوقت. والناس المتفوقين صدقيني تماما يكون إدارتهم للوقت بشكل صحيح. من أولى ومن أهم، أعرف مهارات إدارة الوقت. هي تدير وقتي أنا، طيب أعطينا مهارات. حدد أهدافي، أنا طالب بكالوريا، أنا شو حاطت هدف للمستقبل؟ حدد أهدافي، لأنه إذا ما عندي أهداف ما عندي وقت، ما عندي زمن، ماني عايش. حدد أهدافي، رتب وقسم ونظم وقتي حسب الأولويات للطالب اللي بده. يعني المهم بحطه بالأول، الأهم بحطه بأقل، اللي ما بدي إياه بكبه، بعمل إلغاء حظر، مثل ما يقولوا إعادة مصنع، بحظره. يلي ما بيفيدني بضيع لي وقتي بشيله. لازم أعرف أنا وين مضيعات وقتي كطالب وأقضي عليها. مثلا كتير بيقولوا لي يا أنسة نحن المماطلة، كيف بدنا نخلص من هاي المماطلة؟ أعطينا حل للمماطلة أو التأجيل أو التسويف. اعملي المهام المتشابهة مع بعضها، قسمي الوقت، بلشي بالمادة الصعبة وقسميها على مراحل، حتى لو كانت صعبة بلشي فيها. دائما نحن بنهرب منها لآخر مادة. لا، انت قسميها مثل اللي حامل شنطة كبيرة على ظهره، لا حطي يم شناتي وخففي. صحيح. قسمي، اجمعي المهام المتشابهة. يعني انا عم بقرأ علوم، بقرأ العلوم، ما بروح مادة الرياضيات. حاول المواد المتشابهة مع بعض، واعمل في تقنية كتير بحبها خصوصا للطلاب بهالوقت اللي هني بيشتغل فيها بالمادة الصعبة. عدي للعشرة، بس لاقي حالي أنا تهت، عدي بشكل تنازلي 5 ثواني، 5 4 3 2 1 ورجعي. هيك ما بتخلي عقلك الواعي ياخدك إنه أنا لازم سوف، أو أنا هاي المادة صعبة أنا لازم ما أعملها، أو لقيتي حالك إني مادة صعبة تركي، روحي مشي 5 دقائق، طلعي بالطبيعة، طلعي ورجعي كفي مهمتك. ضلي كفي مهمتك لتخلص، مو كل شوي تروحي هاي للمماطلة وكافي حالك وخليها عادة، ما عاد تماطلي يلا لبكرة واللي بعده، لأنه بتخليها عادة. الملل أكتر شيء نحن ملينا، خصوصا بكرة بشهر الانقطاع ملينا. شوفي شو هي الأوقات اللي بتحسي فيها بملل، عالجية وقت الملل. قعدي اعملي استراحة، مارسي هواية، العبي رياضة، قعدي مع العيلة، أي شيء، عملي عمل تطوعي، خدي يوم كافئي حالك فيه حتى تجددي طاقتك. التركيز 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 أصلا بالمادة أو بأي مادة أو أي شيء بالحياة يعتمد على الإرادة. بقدر ما بتكون إرادتك قوية وعزيمتك قوية رح تركزي. يعني أنا بطلع بالطالب، أنا لأني بعطي رياضيات، اللي مو مهتم ما بده، مو مركز ما بيتعلم. في قانون اسمه قانون باركنسون بيقول عاطي 20% تركيز تاخذي 80%. يعني انت ركزي، شجدي حالك، هيك مثل ما بقول لهم لملمي لحالك شوي، احلى ما تضلي كل النهار تقراي بهالماده. ركزي 20 ثانيه، ركزي 20 دقيقه، تحصلي على 80%. والماده انت ملاحظ كثير انه قبل الماده بصير اسرع الطالب. ليه؟ لانه خاف انه الوقت ما عاد يقضي. ممكن تحطي يومين، تاخذي اليومين كلهم، يعني الوقت يتمدد بحسب ما انت حطيتي له. اكيد حطيتي له يومين بياخذ يومين، حطيتي له ساعه بياخذ ساعه. فلذلك قدر الوقت لكل ماده حسب قدرات كل طالب. التقنيات الثانيه غير هي مهاره الاهداف، تخطيط مهم كثير، والقول لا انا مشغول، عندي هدف بحياتي، ما رح اخلي حدا يقاطعني عن هذا الهدف. ونظمي التنظيم وعدم الفوضى، مو بس الفوضى الخارجية، الفوضى الداخلية اللي أنت بتعيشيها، أفكارك وين بتسرح وين بتروح. لأنه وقت بتكوني أنت برواق رح يكون من برا برواق، أكيد. لأنه داخلك رح ينعكس على خارجك، ورح ينعكس على كل جوانب حياتك الداخلية والخارجية وعلاقاتك، كل شيء رح يتأثر بتنظيمك لوقتك وقت بتكوني منظمة نفسك. طيب نجي بعدين للتقنيات الثانية، حطي خطة فعلية. أنا هلق وين رح وقتي؟ طيب شو رح يصير بعد، إذا بعد مدة أنا شو ممكن أعمل؟
شو المشتتات بعديها؟ الغي. حاولي دائما تعملي قائمة من الليل، ورقة وقلم، ما بقلك أنا ورقة وقلم، واحد اثنين ثلاثة، ما ورقة وقلم، هيك أنت بينك وبين حالك. بكرة بدي وبالليل أو أول ما تصحي أول من الثواني أنا بدي أعمل واحد اثنين ثلاثة. أنا بقولهم ابدأ الآن بترتيب تختك، لأنه وقت بتبلشي بترتيب تختك يعني كأنك بلشتي بترتيب نهارك. أكيد. نرجع عاد للعادات الثانية اللي أنا من خلالها بزرع عادة أو مهارة إدارة الوقت عن طريق البرمجة العصبية يلي أنت تبرمجتي عليها سالبا. شيلي السلبي وحطي الإيجابي. أنت كرري بينك وبين حالك رسالة دائمة بمدة 21 يوم، أنا مدير عظيم لوقتي، أنا يوم بعد يوم. كرري هالتأكيدات الإيجابية وتخيلي حالك فعلا عم تديري وقتك بشكل صحيح، وأنت متخيلي هدفك ونجاحك، قد أنت تكوني سعيدة وكأنه فعلا تحقق هذا الهدف. كرريه، خلي هاي الصورة الذهنية اللي نحن زرعناها وهذا المعتقد عن الوقت أنه الوقت ما له أهمية خليه يتغير. نعم. وفي تقنية 8 8 8، 8 ساعات نوم، 8 ساعات عمل، 8 قسمي مثل ما بدك، مو نهار 24 يوم. أكيد. إذا بدي أعطيكي في تقنيات رائعة، في 1 9 90، يعني 1 خليك تفكري بالماضي، و9 تخطيط. شو بتفيد تفكيرنا اليوم غير تشتت؟ هاي المشكلة. ما لو انت مشان انت وقت بتقسمي وقتك ما فسحتي مجال للتفكير اكثر من واحد بالماضي. كيف واحد في يسيطر على حاله استاذ بهي الفكره؟ يعني بتسيطري على حالك وقت بتحطي هدف وبتتوقعي نجاحك وبتتوقعي فوزك وشو راح يصير، لانه انت اذا بدك تفكري راح يصيبك احباط، راح تضلي بمنطقه الراحه تبعيتك، وهذا الشيء بياثر على الوقت وعلى نفسيتك. حتى ذكرتي كلمة وقلتي إنه إحنا لازم نتعود نقول كلمة لا بالوقت الغلط، إنه أنا عندي مهام، عندي هدف عم أشتغل عليه، ويمكن هدول نستخدمها مع لصوص الوقت. وذكرتي إنه هن اللي بيقطعوا بيعملونا تشتت ذهني، تشتت اجتماعي. إذا هيك بدنا نعمم القصة، مين هن أكثر الأشخاص اللي ممكن يكونوا سبب إضاعة وقتنا؟ الاتصال، الهواتف، الاجتماعات يلي بيدعيكي مثلا بيقول لك شو رايك اليوم ناخذ غدا، بتضطري تتركي وتروحي. كلنا بنروح، بس صدقيني يلي عنده هدف بحياته ما بيشوف غير الهدف اللي قدامه، بينام وبيقوم. هلا كيف انا بدي اتدارك هذا الموضوع؟ هون انا بدي عرفت انه في مقاطعات وفي زيارات غير متوقعه وفي هواتف. نعم ولكن، يعني فيك تقليله. نعم رح روح، بس والله هلو كام يوم أنا مشغول، ممكن تذكرني؟ وفيك تاخدي تقنية أنا بحبها كتير، شو رأيك بعد ما نخلص شغل تاخد ساعة وبقعد أنا وياك، ولا بتفضل إستا 5 دقائق؟ وراح يقلك لا بس تخلصي أنا بدي أقعد معك. كتير حلوة، وما تردي فورا، خدي هيك فكري، يعني إذا أنت دغري رديتي رح تضطر تقولي له إيه رح روح، لكن تاخدي هيك بريك صغير راح تقولي له والله ليك بس شو ساعة أو نص ساعة برد لك خبر. هلأ قوي راح يفهم أنه أنت عمليا ما راح تروحي. تمام. ببداية حديثنا معك ذكرتي أنه في مهارات لازم يتقنها الشخص اليوم لحتى يكون قادر أنه ينظم وقته، إن كان على الصعيد الشخصي أو إذا فينا نقول صعيد العمل اليوم. شو هي المهارات اللي لازم نمتلكها اليوم لحتى ننظم وقتنا؟ دي لازم يكون في مهارة عند الشخص، إن كانت بالصبر، إن كانت بالمرونة، بضبط النفس والأعصاب، قد هي المهارات لازم تكون موجودة عند الشخص لحتى يكون أكثر إنتاجية؟ يعني أكثر مهارة ترتيب الأولويات والمهام، يعني رتب الأولويات. حتى الأشخاص رتبهم بحياتي، حتى أصدقائي رتبهم بحياتي، كل شيء بالحياة رتبه بحسب المهم. والفوضى شيلة اللي هي المضيعات، أو فوض غيري. يعني أنا مثلا والله اليوم أنا ماني فاضية، خلي حدا واثقة فيه يعمل هذا العمل. مبدأ أني أنا أقدر واجه اي طوارئ بالحياه. هاي مهاره كثير مهمه، لمهاره السيطره والتحكم على الطوارئ والتحديات اللي بتصيرك فجاه. يعني انت بتكوني قاعده فجاه لا سمح الله، يعني لا سمح الله مثلا هلا انا جاي على المقابله صار معي شيء وتعطل هذا طارئ، شو بقدر انا بعمل بهي الطوارئ؟ هني اكيد رح يكونوا في بديل. فانا هوني دائما بحط تفويض، بحط حدا يعمل هذا التفويض ويعالج هذا الطارئ اللي صار معي. هاي من اهم المبادئ، انك انت التنظيم.
رتبي، نظمي حتى المكان اللي بتقعدي فيه، حتى تديري وقتك فيه يكون منظم، ما يكون في فوضى، حتى الأوراق اللي ما انك بدك اياها شيليها. مهارة ترتيب الأوراق والمكتب كتير مهمة بعملية إدارة الوقت. أكيد معلومات جدا مهمة. وإذا رجعنا للنقطة الأهم المهمة بحياتنا هي تربية هذا الطفل على احترام الوقت، يعني شفنا نجاح كتير كبير بالمجتمعات الغربية قد ما بيهتموا بهذا الناحية بحياته. نحن اليوم ما في داعي نروح لل 21 يوم إذا عن جد مؤسسين صح، فنحن أكيد رح يكبر هذا الطفل على هذا التنظيم. تماماً. نتشكر وجودك لليوم، نتمنى لك التوفيق لك ولطلابك. كل أوقات تكون حلوة مثل حكايتكم. تسلمي لي كلك. بالختام بدنا نتشكرك كثير الاختصاصية التربوية مدربة المهارات الحياتية رائدة بعكر. أهلا وسهلا فيك أستاذ. شكرا كثير. شكرا لأستاذ بعكر.